انا بعلن انضمامي الى سلف الكوفيه الحمراء. الكوفيه الحمراء مش معناها اهلي وزمالك، الكوفيه الحمراء معناها الدم اللي سال على الارض، دم المصريين، معناها ان دم المصريين رخيص، واللي قاتل كل الناس دي السيسي ومش هنسيبك، ونبشركم بحراك ثوري مستمر مكملين. اعلن انضمامي الى سلف الكوفيه الحمراء ثم الدم المصري رخيص يصل اي رئيس، عشان الشباب اللي بيموتوا في الميادين في الشوارع، والبيوت في ملاعب الكوره، والبيوت في خارج الاراضي السيسي كله. في الكفايه الحمراء، الكفايه الحمراء مش معناها اهلي ولا زمالك، معناها الدم اللي سال في شوارع مصر من محمد ابراهيم والسيسي اللي قتل شبابنا في مجزره بورسعيد، في مجزره الدفاع الجوي. انضمامي للسلف الكفايه الحمراء، الكفايه الحمراء مش بتمثل اهلي ولا الزمالك، الكفايه الحمراء بتمثل الدم اللي بيحصل في مصر، الدم اللي بيسيل كل يوم في مصر بسبب عبد الفتاح السيسي ومحمد ابراهيم. معلن انضمامي لسلف الكوفيه الحمراء، ما ولا معناها ولا اهلي ولا زمالك، بس معناها الدم اللي سال على ارض مصر، وانا بفتخر ان انا ضدي السيسي ومحمد ابراهيم الاحول. سلف الكوفيه الحمراء ده مش معناه ان انا سيسي ولا اخوان، انا ضد الدم، ضد السيسي القاتل، ضد محمد ابراهيم القاتل. اعلن انضمامي الى سلف الكوفيه الحمراء، الكوفيه الحمراء مش معناها زمالك او اهلي، الكوفيه الحمراء معناها الدم اللي سال في شوارع مصر. حق الشهيد هنجيبه، حق السيسي، السيسي هيموت، والله السيسي هيموت، حق الشهيد هنجيبه، حق كل اللي ماتوا، اللي ماتوا في المباريات، واللي ماتوا في الشوارع، واللي ماتوا في النوادي، مش هنسيب حقهم، حق الشهيد هيرجع، يعني حق الشهيد هيرجع، وهنعلق محمد ابراهيم هو والسيسي. انا بعلن انضمامي لسلف الكوفيه الحمراء، الكوفيه الحمراء مش معناها ان انا اهلي ولا زمالك، الكوفيه الحمراء معناها ان احنا نجيب حق شهداء مصر.